الحضور الكريم، الأساتذة الأفاضل، العائلة الكريمة لسماحة سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة الحديث عن سيدنا الحكيم قدس الله نفسه ليس بالحديث السهل، والوجه في ذلك أن سيدنا قد تعددت مراحل حياته الشريفة في مواطن كان تمر بها الحوزة العلمية، مواطن صعبة، ومرت عليه أدوار، وخاتمة تلك الأدوار كان أن يقضي قرابة العقد من عمره الشريف في سجون النظام السابق، ثم بعد أن خرج من السجن لم تكن الظروف مهيئة تماما للنشاط الحوزوي، لكنه قدس الله نفسه كان حريصا جدا على أن يكمل المسيرة التي بدأها ويربي مجموعة من الأفاضل ويهتم بالدرس بشكل كبير، حتى أدركناه وهو يباحث في مسجد الهندي، المسجد المعظم، ثم بعد ذلك لاعتبارات غير خفية على الجميع نقل بحثه إلى داره الموجودة العامرة في الغرفة الفوقانية. ومن تلك الفترة كنا في خدمته، وتشرفت في حضور بحثه الذي كان في المكاسب المحرمة بالنسبة إلى الفقه، ثم بعد ذلك بعد أن باحث الأصول وكان درسه ليلا حضرت أيضا بعض الدروس، ولم أكمل يعني اعتبار الدرس كان ليلا وكنت بعض المشاغل الأخرى، ثم بدأت هذه العلاقة تزداد حتى كنا في خدمته وقد شعرنا بأبوته خلال هذه الفترة. قبل أن أنتقل لا بأس أن أذكر قضية تاريخية، والتي حقيقة ذكرنا بها هو التعبير الرائع من المرجعية الدينية العليا عندما عبرت عن السيد بأنه فقيه أهل البيت. الشيخ زين الدين، الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، وهو قطب من أقطاب النجف، وكان رجلا عالما وله حضور في الوسط الحوزوي خصوصا في بعض الكتابات التي استفاد منها الجيل أو الشباب. نقل لي الشيخ ضياء نجله سلمه الله، وهذا الحديث لعله أكثر من 30 سنة، نقل عن والده قال أن السيد محمد سعيد الحكيم فقيه، وكان عندما ينقل هذه العبارة وهي معروفة للجميع، قد أحد يشكر يقول المراجع عموما فقهاء، التعبير هذا يدل على شيء، يدل على أن الفقاهة سمة خاصة في حياة السيد الحكيم، وهذه الشهادة قبل 30 سنة، وطبعا لم تكن كتب السيد مطبوعة، المصباح المنهاج لم يكن مطبوعا، وحتى التنقيح الذي هو شرح عن الرسائل أعتقد لم يكن مطبوعا في تلك الفترة، فضلا عن المحكم والكافي وبقية الكتب الأخرى اللي هي من قبيل مثلا
في مسألة العقيدة ومسألة فاجعة الطاف، وختامه الذي كان في سيد الرسل صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. هذه الكتب كانت غير مطبوعة، والشيخ شهد بأن السيد الحكيم فقيه. ثم بعد ذلك في تأبين سماحته ظهرت هذه العبارة بشكل جي إلى الملأ، عندما عبرت المرجعية الدينية العليا بأنه فقيه أهل البيت. أحب هنا أن أنوه إلى قضية: الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يرفع الإنسان رفعه. لو تتكالب الدنيا على أن تريد أن تضع من شخص لا تستطيع، إذا كان الله تعالى إرادته ماضية في شيء آخر. السيد الحكيم لم نسمع منه خلال فترة التتلمذ على يده الشريفة أنه يظهر لنفسه شأنا، وهذا ديدن النجف. النجف فيها خصلة وهي ترابيتها. الكثير من العلماء عندما يمر بالنجف لا يرى نفسه شيئا، خصوصا وهو يرى أمير المؤمنين عليه السلام، ويعبرون عن أنفسهم غالبا أنه طالب علم على سبيل النجاة. حتى أن كتبه لم يكتب فيها ما كان يتعارف من الألقاب العلمية، وإنما كان يكتب فقط السيد محمد سعيد الحكيم، إلى أن توفي وإذا بهذا اللقب الكبير الذي توج به وهو أهل له، الذي لم يعطي لنفسه لقبا، كتب عنه أنه فقيه أهل البيت عليهم السلام. وهذه واقعا خصلة مباركة كان يستحقها سيدنا بحق. أنا واقعا يعني عندما فهرست المطالب كيف أتحدث عن السيد الحكيم، هذا السؤال راودني، فهو أستاذي لحفنة من السنين، واستفدت من محضره الشريف كثيرا، والجوانب التي يمكن أن تغطى في حياته قطعا سأكون مقصرا فيها. ولذلك حاولت أن أبرز بعض المحطات بما يسع فيه الوقت، ولعل غيري أو يكون هناك فرصة أخرى تبحث بعض هذه الأمور بشكل أعتقد أوسع مما يمكن أن أبينه بخدمتكم. طبعا سماحته قدس الله نفسه يعتبر من الطراز الأول في الحوزة العلمية، فأثبت وجوده رغم المحن التي مرت به علما وتقى، واستطاع أن ينتشر في النجف وخارج النجف، وكانت طريقته في الدرس طريقة غنية، يعني تغني الطالب، وكان حريصا على إيصال المطلب إلى أكبر قدر ممكن من الطلبة، وبأسلوب يبسط المطلب حتى أن الطرف المقابل لابد أن يقتنع. وكان يستعمل المصطلحات العرفية في سبيل إيصال الفكر. عندما يكتب لا يستعمل المصطلحات العرفية، المصطلحات العلمية، لكن عندما يباحث يحاول أن يصل بالفكرة إلى أغلب حضار البحث. وهذه الطريقة في الواقع كانت طريقة غنية، وكنا خلال الدرس إذا أشكل علينا شيء إما أن نسأل في الدرس أو بعد الدرس. أنا شخصياً استفدت كثيراً من الإشكالات أو الأسئلة بعد الدرس، لأن السيد يتفرغ
وكان يفرغ المطالب بصورة جدا مفهمة للطالب، وكان مستحضرا إلى القواعد للقواعد الأصولية وتطبيقاتها الفرعية. وهذا أمر يعني ليس سهلا، إنسان يستحضر المطالب العلمية دائما على مبانيه مع المطالب الأصولية وتطبيقاتها، بحيث يلفت النظر إلى أن هذه المسألة لابد أن تكون كذا لأنها تدخل في القاعدة الفلانية. ولا أستطيع الآن أن أذكر أمثلة لضيق الوقت، لكن الاستفادة تارة من درسه المبارك، وتارة من إشكالات الطلبة، وتارة ما بعد الدرس. وكان يعطي المجال للاستفهام بلا أي يعني تضجر، بالعكس كان قد يشجع على ذلك. وألفت النظر إلى خصلة في حياته، وهو أنه كان محبا للدرس، لأن طريقته كانت طريقة يشغل وقته في الدرس والمباحثة. وأتخطر قضية، أنا كنت في خدمة بعض الطلبة في درس الرياض، رياض المسائل، وفي مقبرة المسجد الهندي، المقبرة الكبيرة، ومرت أدوار أيضا كانت جو حارا، وبعض الطلبة يعني استأذن أن نعطل الدرس. فلعلمي بأن السيد قدس الله نفسه لا يرغب بالتعطيل، أحلتهم عليه، قلت أسأل السيد إذا رغب بالتعطيل أعطل. وكان ظني أن السيد يقول لهم لا تعطلوا. تبين في تلك الفترة كان الجو أكثر معتاد، فالسيد قال لا مانع من التعطيل. ففي اليوم الثاني أو الثالث كنت في خدمته، فرآني ابتسم وقال جاء الأخوة والجو حار لا مانع من التعطيل. فسألته، هذه قضية تاريخية، أن هل هناك فترات عشتموها سيدنا كان الجو بهذه الحرارة؟ قال نعم، وذكر قضية إما عن نفسه وإما عن السيد والده قدس الله نفسه. قال نعم، مرت أدوار حارة جدا في النجف، وكان بعض الذين يحبون أن يصطادوا الحمام، حمام الحضرة، بمجرد أن يفعلوا فعلا بحيث الحمام يطير من الظل في هذا الجانب، يطير إلى الظل الآخر، إلى الحائط الآخر في الطريق، الحمام كان يسقط من الحر. قال هكذا قضية أشناها، قلت إما يتحدث عن نفسه وأن عن والده قدس الله نفسه. الشاهد أن السيد معروف عنه بأنه لا يحب التعطيل، وإنما يشجع الطلبة دائما على التحصيل مع كبر سنه. وحتى أيام السجن كان السيد يشجع، بل كتب في السجن بعض المطالب العلمية في الأصول، لكن ما يؤسف له أنها فقدت. هذه من الخصال المميزة في حياة السيد، وأنا أتحدث أمام أخوتي أعزائي للتشجيع على اغتنام الأيام وجعلها دائما هي أيام مباركة من خلال الدرس والتدريس والمباحث. نقطة أخرى، سماحة السيد كتب بأمور أخرى يعني غير المتعارف عندنا في الأصول والفقه، حقيقة في مواضيع كانت المكتبة الإسلامية خالية منها، يعني في طريقته لتناول الأمور تناول أشياء لم يسلط الضوء عليها بشكل واضح، يعني خصوصا في كتاب فاجعة الطف، وأيضا في مسألة العقيدة، وختامه كان في خاتم الأنبياء. أبين شيئين على نحو السرعة يعني. أما بالنسبة إلى فاجعة الطف، فاهتم كثيرا بالمعطيات التي أنجبتها واقعة الطف، وطريقة تعامل شيعة أهل البيت عليهم السلام تبعا إلى أئمتهم مع قضية واقعة الطف.
وبين أن هذا الأسلوب الجماهيري العفوي المرتبط بسيد الشهداء لا بد أن يستمر. ويعلم الأخوة أنه قدس الله نفسه كان يباشر هذا العمل بنفسه، خصوصا في زيارة الأبرار، وكان بنفسه يمشي خطوات إشعارا إلى الآخرين أن هذه الشعائر لا بد أن تبقى وبهذه الكيفية. وكان يهتم قدس الله نفسه بقضية سيد الشهداء كثيرا، حتى أنه كان يقرأ المقتل بالطريقة الإبكائية في العشر الأولى من محرم في مجلس خاص. وقد تشرفنا في أكثر من مرة وجدناه كيف يتفاعل مع طريقة المقتل والتفاعل مع سيد الشهداء عليه السلام وتغرورق عيناه بالدموع. وهذه حالة من خصائص السيد، أنه بنفسه يباشر إحياء الذكرى لسيد الشهداء عليه السلام. وشيء الثاني في خاتم الأنبياء، حقيقة ركز على قضية أعتقد جدا مهمة، وهو لابد من الاهتمام والكشف عن معاناة النبي صلى الله عليه وآله. تعلمون أن هناك إشكالات كثيرة، أعداء الدين، سذج الناس، اختلاف المدارس الفكرية الإسلامية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، أنا لابد من التركيز عليه وعقد المؤتمرات والندوات لغرض التركيز في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الذي يقرأ الكتاب يرى أن السيد يصرح بذلك، لا أنه يستفيد من مطاوي الكتاب، وإنما السيد يصرح أنه لا بد من الاهتمام بهذه الشخصية العظيمة أكثر مما هو شائع، وإنما التركيز على هذه الشخصية العظيمة. الشاهد أن السيد كتب هذه الكتب، وحقيقة تعتبر مرجعا مهما للباحث المفكر بل حتى الخطيب. من الأشياء التي أيضا أحب أن أنوه عنها، بعد أن أصابه بعض المرض في رجله في يعني قبل 2003 وتعطل الدرس لأيام، قرر العلاج إلى السفر خارج العراق، فذهب في طريقه إلى سوريا ثم إلى لندن. وأيضا الحوزة العلمية يعني بكم كبير من الطلبة كانوا في استقباله حين العودة. بعد أن عاد السيد ذكر شيئا، كنا في خدمته ذكر شيئا، وهذا الشيء ناشئ من المسألة الإعلامية التي كانت النجف محجوبة عنها، يعني الناس خارج النجف لضيق السلطة لا تعرف النجف إلا من خلال معلومات زائر أو بعض الأمور المهمة. السيد كان همه الكبير أن يحافظ على النجف، المعقل العلمي المهم. ولذلك بعض الأخوة عندما زاروه في لندن أو سوريا كانوا يسألونه عن النجف، وهو كان يصر على أن النجف لا زالت قوية، والنجف فيها فقه، فيها أصول، فيها قرآن، فيها هذا الموقع العتيد في النجف لا زال قويا. بعد أن كما قلت عادة ذكر هذه العبارة، قال أنا بينت ذلك لبعض الطلبة والعلماء الذين زاروني، علينا أن نصدق هذه الدعوة، كان كلام هذا، علينا أن نصدق هذه الدعوة، يعني لا بد في النجف أن يكون فيها هذا الجانب العلمي، ولا بد أن يشتغل الطلبة دائما في القضايا الإعلامية، فضلا عن أنه كان هو قدس الله نفسه يمارس العمل العلمي، كان أيضا يشجع الطلبة على هذا الجانب. من النقاط التي يعني أحببت أيضا أن أبينها، وهو كان يستثمر المناسبات الدينية قبل التعطيل، وكان معروف أن السيد إذا كان في الغد تعطيل أن الطلبة ينتظرون كلمة منه، وكان يذكر هناك نكات مهمة
أنا استفدت منها كثيرا. مثلا من باب المثال ما يعلق بذهني أن هناك مناسبة كانت في وفاة الإمام الحسن عليه السلام، وتحدث عن الإمام، الكتاب يكتبون عن الإمام الحسن وعن المشاكل التي واجهت الإمام الحسن، وذكر نكتة قال الإمام الحسن عليه السلام استطاع أن يجعل من بعض أنصاره يجعل قضية قائمة برأسها، وذكر حجر بن عدي الكندي، ثم ذكر قال مو معلوم أن حجر كان أكثر من عمار بن ياسر، لكن عمار استشهد مع أمير المؤمنين في الواقعة المعروفة، لكن حجر بحيث أصبحت سبة على معاوية أن قتل حجر وأصحاب حجر، وقال استطاع الإمام الحسن أن يصنع من هذه الكوكبة يصنع قضايا تزيد في جرائم معاوية، وهذه التفاتة مهمة. أو مثلا ما الذي حصل بعد واقعة الطف؟ سؤال يسأله الكثير من الآخر. هذا الكلام قبل كتابة، يعني قبل الفاجأة واقعة الطف وفاجعة الطف. ما الذي حصل؟ إمام الحسين استشهد وبقي 3 أيام، والظلم بقوا، وبدت دولة بني أمية، وجاءت دولة بني العباس، ومسيرة مستمرة. هذا السؤال يسأله البعض، وهو هم يسأل نفسه حتى يجيب. قال ها بعض هكذا يسأل وأجاب، لكن ليس في مقام استيعاب الجواب، وإنما أقصد هناك نكتة بينها. قال بعد واقعة الطف حدث شيء مهم، كانت واقعة الطف مهمة في يعني تأسيسي، وهو الفصل بين الحاكم وبين العالم. قال هذه قضية جدا مهمة، أن الإمام الحسين عليه السلام ركز هذه المسألة أنه هناك حاكم هناك عالم، فلا يكون الحاكم هو العالم في عهده، ولذلك تأسست مدرسة من الإمام السجاد والإمام الباقر وبعض الأئمة عليهم السلام، وكان يقول هذه من بركات تمام شهادة الإمام الحسين، حزينة ونألم، لكن الله تعالى يعني أيضا يؤسس لدينه كما يشاء، أن من بركات هذه أنه هذه المسألة، فلذلك أصحر الأئمة عليهم السلام، أصبح في منأى هناك حاكم خليفة سلطان، وهناك عالم وأحكام شرعية غير مرتبطة بذلك، الذي يريد الحكم الشرعي لا يذهب إلى السلطان ويذهب إلى العالم. نعم كما علماء هناك أيضا علماء هنا، ولذلك كان يركز على هذه النكتة كثيرا، خصوصا ما أفاده الإمام الباقر سلام الله عليه. أذكر أيضا أنا قلت هاي محطات قد غير منظمة لسبب أنه الفهرسة يعني يعسر علي مع ضيق الوقت. بعض فوائد خدمة السيد، أن السيد كان يلتفت إلى بعض القضايا ويربطها بمسألة التقديرات الإلهية كثيرا، وهذه الأمور تمر علينا لكن لا نقف عندها البعض. يعني ذكر قصة قد لا تبدو لأول وهلة مهمة جدا يعني، لكن الربط. قال كنا في مجلس في بيتنا وجاء عصفور، وهذا العصفور يعني يتحرك على الجدار وغير ملتفت العصفور، يعني هو حركات عصفور. فجأة جاءت قطة يقول والتهمته. وضع طبيعي هذا الإنسان أن تمر به هذه الحالات، لكن هو كان يربط هذه المسألة بالمقادير الإلهية، أنه هذه الحركة البسيطة من وراءها عالم حكيم مقدر رازق، كيف تجري هذه الأمور بهذه الطريقة، وهذا القط لعله رزقه غير محتسب لا يعلم، فجاء أمام العصفور وهو يحتاجك، فكيف بالإنسان
الذي هو يرتبط بالله تعالى عقلا ويرى أن الله هو الرازق، فعليه دائما أن يستشعر الطمأنينة في رزقه وأن الله تعالى قادر على أن يهيئ الأمور بالشكل الذي يحدث. من المسائل الأخرى، سماحة السيد كان متفائلا جدا، يعني عادة في كل واقعة السيد تجده متفائلا، وحتى كان يقول أنه الذي يرى تقلبات الدنيا وهي لا تصفو يرى أن هذا الأمر طبيعي وواقع عن القضية هكذا، حتى أن عبارته المشهورة جدا وبعض السادة أيضا يرددونها أن البشر هو البشر، هذه عبارته كانت مشهورة، أن البشر هو البشر، بمعنى أن الإنسان لا يتوقع أكثر مما هو واقع. إنسان ممكن يكذب، إنسان ممكن يغلط، إنسان ممكن يفقد عزيز، الحياة هكذا. فعندما تظلم الدنيا في عين أحد يحاول أن يخفف عنه هذه المسألة بأن المقادير هي هكذا. وحقيقة السيد كان صبورا جدا، يعني الأمور التي مرت به كان يتماسك ويتحمل جميع الأمور التي مرت، خصوصا ويعني أنا بأدبية أطلب من السادة العالي الكريمة أن يذكروا بعض ما كان يمر به في السجن. وبعد 91 السيد تعرض في الرضوانية إلى أبشع أنواع التعذيب، أبشع أنواع التعذيب، باعتباره هو رأس السادة هناك وسلط هؤلاء التعذيب عليه، لكنه كان بحمد الله تعالى صبورا ويصبر الآخرين إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا بالفرج. أنا سأتحدث عن مطلبين علميين وأختم. يعني هناك منهج، والأخوة الأعزاء يعني يعرفونه حوزويا، يعني في طرق الاستدلال، السيد كان يركز دائما على الجوانب العرفية، يعني فهم الرواية والآية يكون فهما عرفيا، وهذا الموضوع كان ظاهرا في كثير من الاستدلالات، ولا يرى أن التدقيقات الفلسفية العقلية يجب أن تحمل على الرواية، وأنما الرواية نتعامل معها تعاملا عرفيا، ماذا نفهم منها. ثم بعد ذلك يأتي عندما يناقش كلمات الأعلام يفرز أن بعض الكلمات هذا الكلام غير عرفي، مقصودي غير عرفي يعني لا يتلائم مع الرواية. طبعا هذا يحتاج مني شواهد كثيرة على هاي الدعوة، تبار الآن المطبوعات وكتب سماحة السيد طبعت. على نحو العجالة أذكر مثلا يعني في هذا الجانب، العلماء يذكرون قضية في الخيارات يعبرون عن خيار المجلس، وأكيد أن الأخوة يعني يدركون ما ننبه خيار المجلس. الإنسان إذا اشترى من شخص ما دام في المجلس له خيار، يعني خيار أن يبطل البيع، أن يفسخ البيع. ما خيار المجلس؟ اختلفت الأنظار في المسافة والمكان الذي يحدد الطرفين، يعني المشتري والبائع. فإذا افترق خرجوا من المجلس وجب البيع، يعني لا يكون هناك خيار لأحده. هذه المسألة مقدار الافتراق كم؟ هل يتحدد؟ فإذا بالدقة العقلية بمجرد أن يتأخر سنتيمات مثلا يعتبر أنه افترق عن مكانه، فهل هذا هو المناط حتى يوجب البيع أو لا هناك مناط آخر عبر عنه المناط العرفي؟ أقرأ نص ما ذكره في كتاب التجارة كلامنا في مصباح الفقهاء، يعني في الجزء الثالث ذكر هاي العبارة،
يقول المعيار في سقوط الخيار هو صدق الافتراق بعد الاجتماع، لابد أن يجتمع حتى يصدق الافتراق، ولا إشكال في عدم تحققه بتجدد البعد بينهما بمقدار خطوة أو أكثر. عدم تحققه أي الافتراق إذا لم يخل بالاجتماع عرفا، كما لو كان في مجلس واحد ودخل عليهما شخص فجلس إلى جنب أحدهما فابتعد عنه الآخر بمقدار خطوة، وكذا لو رجع إلى الوراء مقدار خطوة محافظا على المواجهة بينهما، ثم قال بعد فاصلة: ومن ثم يتعين اعتبار صدق الافتراق بينهما عرفا. هذا كلام. ومن ثم يتعين اعتبار صدق الافتراق بينهما عرفا، ولا يبعد اختلاف الموارد في مقدار البعد المتجدد الذي يتوقف عليه، ولا يتيسر لنا فعلا إعطاء الضابط في ذلك، بل يتعين الاقتصار على ذكر الافتراق العرفي. هذا هو المناط. قد الآخرين يذكرون مناطات، الإشكال أين الدليل على ذلك؟ قد تكون استحسانات، لكن عندما نحيل القضية إلى العرف لها طبيعية، الوضع الطبيعي في مسألة الأحكام الشرعية افترق عنه. أذكر مسألة أخرى هي أصولية فقهية أبينها بشكل سريع ثم أرجع لعبارته وأعتذر من الإطالة، يعني وإن كان لم يعني أعطي جزءا يسيرا جدا يعني من حياتي. الاستصحاب واضح من المسائل الأصولية، وأدلة الاستصحاب التي ذكرها العلماء ترى السيرة ترى الظن ترى العقل ترى الروايات، واهتم الأصحاب بذكر روايات الاستصحاب، وبداية الروايات هي روايات زرارة أو صحيح زرارة مصححات زرارة. نعم هي كلها مضمرة، لكن العلماء يقولون الإضمار لا يضر لمناقشة ليس هنا فقط في محلها. من جملة الروايات أو الصحيحات هي الصحيحة الأولى لزرارة. الصحيحة الأولى زرارة يتحدث يسأل الإمام عن الخفقة والخفقتين، والإمام يبين أنه هذه لا تؤثر العبرة في نوم العين والقلب. ثم زرارة يسأل هاي السؤال، يقول: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، نائم حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هل هذا يعتبر ناقض للوضوء؟ سؤال على الوضوء. الإمام قال: لا، حتى يستيقن أنه نام أو يأتي أمر بين، وإلا فهو على يقين من وضوء. هذا الكلام: وإلا فهو على نقيض من وضوءه. أبينها إيضاحا للمطلب وعتذر. وإلا يعني وإلا يعني إن لم يأتي أمر بين، لم يستيقن من وضوئه ولم يأتي أمر بين، فلا ماذا؟ قال: فلا يجب عليه الوضوء، ليس هو السيد علماء. لماذا؟ قال: فإنه على يقين، هذا ليس الجزاء، وإنما هاي العلة قامت مقام الجزاء. أين الجزاء؟ قال: الجزاء محذوف. ورفع هذا اللواء الشيخ الأعظم: وإلا يعني وإن لم يتيقن لم يستيقن أنه نام أو لم يأتي أمر بين فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه. هكذا فسرها الشيخ الأعظم، فقال: الجزاء محذوف. أين الجزاء حتى أوضح؟ فلا يجب عليه الوضوء، هذا ما موجود في الرواية، قال: الجزاء محذوف. هذه العلة فإنه على يقين قامت مقام الجزاء، والشيخ الأعظم فات بهذا المطلب على هذه الكيفية، والذين جاءوا من بعده بين موافق وبين مخالف. الموافقة أن التقدير فعلا الجزاء محذوف ما ذكره الشيخ أو غيره، والمخالف من قبيل الشيخ النائني قال: لا، فإنه على يقين هذا هو الجزاء، جملة خبرية جيء بها للإنشاء، يعني أنه اجري على اليقين حتى يستفيد منها في قاعدة الاستصحاب.
أكثر من 10 كتب لعلماء الطائفة يتحدثون عن هذه القضية. الشيخ الأعظم يذكر شواهد، أعتمد على شاهد واحد، قضية يوسف عليه السلام بعد أن اتهم أخوه بالسرقة. الآية شوف ماذا تقول؟ تقول إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الشيخ الأعظم يأتي، أين الجزاء؟ يقول الشيخ الأعظم الجزاء ليس فقد سرق أخ له، لا علاقة بين سرقة أخيه وسرقة يوسف. الجزاء لابد هناك علة، لابد هناك التزام بين الأولى والثانية، علة معلول كلاهما للازم واحد. ما هي العلاقة بين سرقة الأخ وسرقة يوسف؟ لا علاقة موجودة. إذن أين الجزاء؟ يعني إن سرق، إن يسرق فلا تهتم، لا تبتئس، لا تتعجب، فقد سرق أخ له من قبل. هكذا الجزاء، إن سرق فلا تتعجب، كأن من عائلة هم فيهم سراق، فالجزاء لا تتعجب، أو هذا التقدير. الشيخ الأعظم والبقية أيضا على هذا الجوري. جاء سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه المحكم ذكر شيء آخر، قال الجزاء غير محذوف. عندنا قاعدة والأخوة الأعزاء أن الحذف خلاف الأصل، الحذف خلاف الأصل، لابد أن يكون شيء مذكور. هل غاب ذلك عن الأجلاء؟ لا، لم يغب، لكن توجيه المسألة يحتاج. كيف يكون سرقة يوسف لها علاقة بسرقة أخيه؟ فنضطر أن أقول سيدنا لم يقبل بها، قال الجزاء نفس العلة. في الرواية الشريفة نتكلم عن زرارة، نفس العلة، وإلا فهو على يقين هو هذا الجزاء، شلون نقرب الجزاء؟ تفتوا السيد ماذا قال. السيد ذكر هذه العبارة وأنا يعني أطبقها على ما ذكرنا في يوسف. يقول إن الظاهر أن الحذف في المحكم ذكرها في الجزء السادس في روايات الاستصحاب، يعني قبل التعادل والتراجع. قال إن الظاهر أن الحذف لا يخلو من تسامح للمحافظة على القواعد العربية. أولاً نثبت هذا الإشكال، لا يوجد حذف، حافظ على القواعد العربية، هذا شرط جزاء. جزاء كيف؟ التفت لي نكتة أقول لم أجدها عند الأعلام، وقد اختار أن الجزاء مذكور وهو نفس العلة والمراد التنبيه، لا هاي العبارة، التنبيه عليها، لأن الشرط بنفسه سبب للحاجة إليها. مثلا من الآية إن سرق، إن يسرق فقد سرق، يقول هاي فقد سرق هو الجزاء. ما هي العلاقة بين سرقة الأخ وسرقة يوسف؟ يقول هو ما هو الشرط؟ إن يسرق، هذا الشرط. فلابد المتكلم أن ينبه على قضية لها علاقة بالشرط، فللتنبيه على أن سرقة يوسف لها علاقة بسرقة الأخ، مو علاقة تكوينية، وإنما المتكلم أراد أن ينبه. ولماذا يأتي بسرقة يوسف؟ يريد ينبه على قضية. فالجزاء هو هذا، لكن نكتة المجيء به لغرض التنبيه. فيقول الجزاء في الرواية هو فإنه على يقين من وضوئه، هو هذا الجزاء، جيء به للتنبيه بسبب الشرط، لأن المسألة متعلقة بالوضوء. هذه نكتة جديدة في مقام فهم الرواية. الذي أعانه عليها هو مقدرته، هو مقدرته قدس الله نفسه في الإحاطة بالقواعد العربية. وهذه النكتة عندما تقول للتنبيه
أي تستفيد فائدة، وهي قضية أشبه بالقضية العرفية كما نقول بعيدة عن القضية. هسه تقول لي هذا في مقابل، أنا أتكلم عن جانب علمي الذي يتكلم عن يؤيد رأي الشيخ، يؤيد الشيخ النائني، يؤيد أساتذتنا، مطلب آخر. أنا أتكلم عن، وتعلمون أن الآراء العلمية هي آراء تكون فيها نكتة وصاحبها يكون هو مطمئن إلى أن ما جاء به هو موافق للحق، غير يقبل ما يقبل طبيعة الحوزة، والاجتهاد قائم على هذا. وهذا من يعني بركات الحوزة أن تكون قوة الاجتهاد بهذه الطريقة التي تناقش فيها الآراء بشكل أو بآخر. يقول وهو السبب الذكر بالنسبة للرواية سأنا ليس في الحقيقة، يقول هو استيضاح الحكم ليس الحكم، حتى الحكم يستوضح لغرض هو التنبيه عليها. حقيقة أنا أفضل للختام مع اعترافي بالتقصير في مقام سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه لما له من جميل الفضل وجزيله علينا، واستفادة من بركات درسه المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمتد هذا الصرح العلمي في الأسرة الكريمة إن شاء الله تعالى، وأن يتغمد سيدنا الأستاذ برحمته الواسعة، خصوصا ونحن في أشهر الحزن، أشهر الحسين عليه السلام، وكانت وفاته في ذكرى شهادة الإمام السجاد أحد أبطال واقعة الطف. نسأله تعالى أن ينال شفاعة أجداده الطاهرين، خصوصا الإمام الحسين والإمام زين العابدين، وبركة مجاورة قبره الشريف لأمير المؤمنين سلام الله عليه. سائلا الله تعالى التوفيق للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.